ما هيش مليومه يعني باش نتفاهموا احنا كصحفيين يعني عشناها، ولكن ما عندناش الادله. الادله اليوم كي تكون الادله، واليوم الحمد لله عن طريق التغيير، اليوم انت وجودك واللي نعرفوك انت يا في الحراك، نعرفوك منذ زمان ماهوش اليوم، اليوم عن طريق وجودك خلي النور المشاهد الكريم انه فيه تجاوزات بالنسبه لهذا القطاع. سي محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك بعد الحراك الشعبي على هذا الشيء اللي داروا، ووجد الجزائريين كاع باش يعرفوا حقيقة الكرة الجزائرية وحقيقة بزاف مشاكل. نعم. اللي كنت تكلمت عليها أنا منذ أربع سنوات كنت تكلمت في الاقتصاد وجزت في لجنة الانضباط كذلك ممكن ثاني تكلمت في الاقتصاد وتكلمت على كرة القدم على لجنة الترشيحات هذه التالية. الوثيقة مازال باقي وثيقة ولا اثنان مازال باقي لهم مازال ما خرجوش. شفت غير الوثيقة هذه اللي خرجت. قولك شي كثير وشي كثير وصعيب. ايوه ماذا واش تسخن باش نقول عطينا واش نعطيك قول حاجينا كما يقولوا للشباب وهنا انت حاجيلهم قول لهم هو واش راه يصرى هو واش كاين. لا ماشي هو واش صرى واش راه واش صرى الشيء الاول اللي نهضر عليه احنا نطلب السماح. انا بعد واحد نطلب السماح من بعمر راه نطلب منه السماح. الله ينصف فضلك باسكو سي تري امبورطون. نطلب منه السماح بكلمه الدارجه، نهضرها بالدارجه اللي كنا خدعناه. استنى باش المشاهد يفهم، انتم كنتوا في لجنه الترشيحات، كاين الركور وكاين ثاني الترشيحات. ترشيحات كنت انت، كان حمار، كان بعمر، وزيد لي كانوا لجنتين، كنا احنا سته ولا سبعه، كانوا لجنتين. نعم لجنه الترشيحات ولجنه الركور. الركور كانوا لجنتين. ولكن من مشى ما خليتش نكمل لك نطلب السماح من بعمر. هو تفضل بعمر نطلب منه السماح بزاف تفضل. كيما يقولوا بالدارجه مليون خطره ولا مليون الف خطره اللي نطلبها منه، اللي هو شجاعه. صح. رجل شجاع كثير، ولد الجنوب ولد الصحراء الكبيره بورقله، اللي هو نطلبوا منه السماح ونعاود نطلب منه السماح اللي كنا خدعناه حنايا كاعضاء اللجنه. كيكون اعتراف هكذا يا صافي سيدي بارك الله فيك. كيفاش خدعتوه؟ ماذا بينا درك حكي لنا القصه هكذا باش المشاهد يعرف. خدعناه بالضغوطات اللي كانت على لجنه الترشيحات. كيفاش كانت؟ هو ما بغاش يمشي في بعض الامور وما حبش يجي باسكو ما حبش الشيء اللي طلبوه منا. حنا قبلناه، حنا من بعضنا اعضاء اللجنه قبلنا الشيء اللي طلبوه منا. يقال انه طلبوه منكم، معليش انا نزيد باش يقال انه طلبوه منكم ومن بعد انتم وافقتوا، هو مشى كان في المطار وكلمتوه هاتفيا وما حبش يجي. زيد اعطينا التفاصيل هذه. كلمنا هاتفيا قبل مراد قبل هذه تاع هاتفيا، قلت طلبوا منا، شكون اللي طلبوا منكم؟ راك هنا خلاص انا نقول انا خلاص انا نقول لك راك فاهم انت من المكشوف. لا بصح شكون؟ الوزير. الوزير كاين، الوزير ولد عليه، وكاين ناس اخرين. كاين ناس اخرين كاين ناس اخرين كاين اعلى عليه. قلنا ما كاش اعلى. خلاص حنا كلها وكان متكلف بواحد تريبي. كلها وكان عندها كل واحد اللي يعيط له، اللي يعرفه يعيط له من جهه اخرى تريبي. ولكن الوزير من الوزاره كان يعيط لك وزير من الرئاسه، كانوا يعيطوا لكم ولا ما يعيطوا لكم؟ من الرئاسه عدة أماكن خلوا في عدة يعني خلوا في عدة أماكن. ولكن الاجتماع التالي درنا عند الوزير في وزارة الشباب والرياضة المكتب تاعو. أبو عمر ما حبش يكمل معنا، ما حبش يجي. هو كان رئيس لجنة تاع الانتخابات. أنا مانيش عارف كيف، حتى أنا روحي مازال ما عرفتش لدركا كيف حتى اتجهنا عاود قلبنا كلش، وكيف درنا الرئيس وفاق سطيف حمار، كيف درنا رئيس تاع اللجنه، وكيف صرا. والله نكذب عليك دوك انا مازال مانيش فاهم روحي. صح نعطيك انا نفهمك. نفهمك. أقول لي قول لك وانا صافي بليزير. شو انا علاش قلت شو كنا اول واحد اللي صرح كنت انا هو اول واحد اللي صرح. اول اللي صرح وانا كي انت صرحت كنت نقول لهم باللي عم شدوهم اليد اللي توجعوا باسكو على بالهم زرواطي والسرار وامامير. لا حمار وامامير. امامير ومورو ومورو المورو. لا المورو. 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 المورو كانوا على بالهم والسرا باسكو شوف هذيك الوثيقه هذيك لو كان شدها، لو كان كيما قال لك ندوموندو السماح من عند بعمر. لو كان هذاك بعمر فاكساها برك ما يعيش روحو، يفاكسي برك يمدها لافيفا. لافيفا سيلون لارتيكل 19 ولارتيكل 14 الجزائر تروح كاع. علاش؟ باسكو في هذيك الوثيقه ولد علي شخصيا وثيقه من وزاره الشباب والرياضه تطلب من هذه اللجنه انها تروح تسحب كاع القرارات تاعها اللي دارتها من قبل وتروح لاسومبلي جينيرال. هذا تدخل صارح في
الشؤون يعني شؤون الكره الجزائريه. نكمل لك ومازال باقي وثيقه اكثر من هذه. هذه على بالي هذيك عليك تعرف مازال وثيقه اكبر جايه نروحوا ديريكت. الاشكاليه انا نقول لك علاش باسكو انت درت المصلحه تاع الفريق تاعك وتاع الجنوب انت على بها بدلت. حمار ثاني دار المصلحه تاع الفريق تاعو والمصلحه تاع الكلوب تاعو الشرق دار في المكتب تاع ولد علي درتو كيما نقولوا احنا توازنات جهويه. انت بلاصيت قاسمي اللي هو من الجنوب لاني غلط قول لي حبس. انت بلاصيت قاسمي اللي هو من الجنوب حمار بلاصه كوسا. كوسا ها يا اخي هاي كذا درنا التقسيم تقسم كل واحد حقه قسم كل واحد دا حقه. صح هكذاك وما ديتوش حقهم لانه الاتحاديه اصبحت مشكله من جهه واحده فقط. لا الشمال اسمع لي هي الاتحاديه احنا نقولوا ماهيش شرعيه. وانا قلتها ونعاودها ماهيش شرعيه. صح باسكو الوثائق هذو اللي كاين هذه الوثيقه اللي راهي نتاع بعمر وكاين وثيقه اخرى اللي تدل على باللي الفيدراليه ماهيش شرعيه ابدا. ابدا ماهيش شرعيه. صح اسالك سؤال برك لماذا مسيو زرواطي صح انك عندك واحد ربع سنين وانت تحضر ماشي ربع سنين بزاف وانت تحضر على سنين الدرك وقلت بلي ماشي شرعيه. أنا قلتها مش شرعية غير كيما قلتها في عام في عام بناو المصالح تاعك. لا ياسير بناو المصالح فريق ماهوش مصالح تاعي. فريق فريق جزائري صح فريق فريق جزائري صح. وانا ما احنا انا قلت لك نطلبوا السماح احنا ما قبلناش بارك الله فيك ولكن بجهه الضغوطات اللي تكون عليك ولازم هذيك ولازم هذيك رحنا مراد لي مومبر دو بيرو فيدرال وعلى بالو الرئيس لي مومبر دو بيرو فيدرال ما على بالهمش صراو ضغوطات من عند الوزير الى مديريه الشباب والرياضه كان يضغطوا عليهم. خليني نكمل لك خليني نكمل خليني نكمل الامر وهنا خليني ساكت خليني ساكت تفضل خيي روح لا 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 ليست هذيك تاع اعضاء مكتب الفيدرالي ما كايناش هذيك ما كايناش هذيك فهم اخي احنا كل هوزه تاعه ما كايناش ايوه كل واحد دار دارت ما كايناش مش ما كايناش ما كاينه ما كانتش كاينه محطوطه مش ما تحطتش كاع ما تحطتش غير احنا من بعد حطيناها. بصح الاعضاء هذوك تاع المكتب الفيدرالي شكون يعملهم شكون يعينهم؟ لا لا اسمع قبل مراد شابكش قال لك قال لك باللي هي نورمالمون الدوسي كي يتحط يتحط الدوسي تاعو تحط تاع الاعضاء المكتب الفيدرالي ما تحطوش الاعضاء ما تحطوش ما تحطوش سما الدوسي رجتي نورمالمون ما كانش رجتي انت ما على بالكش باللي احنا رجتينا الدوسي؟ كاين لو بيفي اللي رجتنا به الدوسي يا بيفي اللي داروا بوعمر وخرجنا ايه من بعد اللي خرجنا ضغوطات ولا الضغوطات كبيره ومن بعد رحتوا للوزير من بعد رحنا للوزير ورحنا 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 وصفقتوا من بعد وصفقنا هاي ولا صفقنا صفقنا بارك الله فيك صفقنا تفضل ضغوطات ايوا ولد علي عنده يعني لي زيبول اسي لارج باش يعني ديسيدي دو بيرو فيدرال هي النيه الاولى سيتي ربو حداد هو الرئيس ولكن شافوه خوه شافوه بليك ماهوش قادر صح داروا جيروات كيما زوتشي داروها باش والاخر هو اللي يحكم يحكموا فيه رجال اسمهم صحاب الاف سي هما اللي حاكمين هما اللي حاكمين الفيدراليه ماشي غير الاتحاديه الجزائريه لكره القدم احنا ماذا بنا الرئيس هو معنا نستغلوا مليح كاين جريده من الجرائد ولا عده جرائد اللي هذه عميد اللي تلقى فيها لي ديكلاراسيون تاع لا نريد اف سي يو في كره قدم باقي لها راهي بصح هي اللي تحكم للان احنا قلنا ان ديكلاراسيون كاينه يا على بالي هي اللي تحكم راهي في الخبر ولا راهي في النهار يقول لك للان ولكن احنا مع التغيير هذا ننظر ما يكون ما يخلوش لازم التغيير جذري جذري في كل بلاصه في كل بلاصه في الفرق في الفرق كيفاش ملال ما عندي حتى حاجه معاه انا ملال كنا اتصلنا باش يعني نحكم المديريه التكنيه تاع شعب القبائل ما نجحتش واش عليه بصح هو يتخبط وحده كشراي ساندو ميم يكون غلط نساندو باسكو علاش؟ غدوه تجي عندك غدوه تجي عند هذا غدوه تولي عند هذا سمعت يضربوا هذا بهذا انا نساندو ولو غلط نساندو رؤساء الانديه ماهوش تخبط هو وحده يتخبط وراه محقور سمعت وراهم غالطين معاه واش راهم يديروا له؟ انا قلتها لهم نهار بدا يهضر على الاتحاد الجزائر قلت لهم دوك تبدا شايب تلقى تخسر وبدات تخسر سمعت وبدات تخسر دونك اليوم راهي شبيب تلقى بايل غدوا الثوره غير غدوا الصيف غدوا بالواحد بالواحد وكان ما يكونش يعني
نعطيك شيء اخر اللي كنت نصحوهم كاع قلت تبقى هكذا زيد لنا نورنا نورنا عليه تاع اللي قلت لي تاع لا سيسبونسيون تاعي لا سيسبونسيون تفضل انا داروا كونفوكاسيون وحدهم وداروا اجتماع وحدهم وسيسبوندوني وحدهم شركال باز تصريحات لا لا جاز لجنه الاخلاقيات بصح ما جوجش ما 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 ليش بصح لجنه الاخلاقيات ما ليش ستاتي ما كانش ما عندهاش ما عندهاش ستاتي ما عندها والو مشى المدير التلفزيون المدير العام للتلفزيون اللي هو خلاتي التوفيق كان مريض فيه شهرين النهار اللي دخل مانيش عارف النهار هذاك اللي دخل فيه مشى له قال له زرواطي التلفزيون منا كمان صرات في ولايات اخرى بصح ما قالوش عليهم صرات في ولايات اخرى تاع التلفزيون حنايا حنايا لقاوني واجد بري دار له البريه اعطاها له دارها في الملف تاعه جوزني لا سيسبونسيون دار لي سونسيون ما درت انا طلب ركور عادي عند الطعن جيت جيت جمعت عند صحاب الطعن كنت انا ورشيد رجراج راه كاين بالشو درجة ريح حدايا جبنا الملف حطينا الملف حنا منين نخدموا الملف تاعنا القانون من القانون من قانون من قانون جبدهم لابواتي مي تاع الفيدراليه لي بي في نتاع المكتب الفيدرالي جبدنا شوفوا الانترنت خدمنا من ديفير باسكو كاين واحد المارشي كتلقاهم في الديفير شفنا الديفير الديفير اللي عندنا حنا اللي جبدناه والديفير اللي عنده هما ماهوش واحد يا خو يا الديفير تاعهم خدمه وحدهم والديفير اللي كان في لابورتمون تاع الفيدراليه عندنا حنا جبدناه منين جينا لقينا عندهم ديفير واحد اخر واحد يشوف واحد قلنا الديفير تاعك وتاعنا ماهوش كيف كيف قال لك سمحوا لنا خمس دقائق خرجوا سمحوا لنا خمس دقائق كي جا داروا الديفير تاعهم وقال لك السسبونسيون قاعده وصحيح خروقات كبيره تشوف خروقات كبيره وكاين بزاف امور بزاف امور بزاف امور اللي تكلمنا عليها نتاع البري دي جوار تكلمنا بزاف امور بزاف امور ماهيش راكبه ماهيش راكبه في يوم من الايام انتقدت الاتحاديه ومن بعد حبس قلت انا ما نزيدش ننتقدها لانه دناو لك المصالح الشخصيه تاعك صح ولا ماشي صح؟ باش يكون في العلم تاعو تسمى هذا باش الناس المشاهد الكريم يعرف بلي رجل اعمال وعنده مشاريع انا ماشي دناو له حتى المشاريع الشخصيه تاعو انا ماشي من انتقدت الفيدراليه من انتقدت بعض الناس اخرين اللي انتقدتهم هذه ربع سنوات خمس سنوات من ثم حبسوا لي كلش واش يدير لك؟ يدير لك واحد في الولايه تاعك اللي يعطيه كاع الاخبار تاعك ومن الاخبار تاعك يعيطوا لوالي الولايه تاعك والوالي الولايه تاعك يحبس لك كلش يسمعوا لك راك مشيت لولايه واحده اخرى عاودوا يمشوا لك تما يحبس لك ثاني يحبس لك تما باينين هما باينين اربعه ماشي بزاف كانوا جوج ولا ثلاثه كاع جوج ولا ثلاثه باينين واحد جوج ثلاثه بالتليفون يحبسوا لك المشاريع تاعك يحبسوا لك الرئيس 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 مش قال لك النور قال لك هو كل اسمع اسمع انت ما راكش تذكر اسمع احنا هضرت عليه في اربع سنوات خمس سنوات هضرت عليه وكنت تكلمت وقت لما دوكا كاين حراك شعبي اللي يقول لك حاب يركب الموجه واللي يقول لك حاب يركب هذه لا انا كنت تكلمت انا تكلمت اربع سنوات سماو اللي تكلمت عليهم هذوك هما راهو باينين والله ما نعرفهم انا نعرف لهم اللي باش هما راهو كاينين كاين اليوم اكثر تفاصيل يعني اليوم اليوم تفاصيل اليوم اعتذرت تما كي نقولوا اعتذرت البعمر تما اعتذرت ثاني للشارع الكروي الجزائري ياسين اعتذر ياسين باش نصلحوا هذا الخطا واش راك تنوي جمعيه عامه لي وقت الجمعيه العامه هذه استثنائيه ونديروا رئيس اللي ننتخبوه قناعتنا قناعه الاعلام قناعه المواطن المناصر الفريق الوطني مناصر الجزائريين كونوا قانعين الرئيس هذا هو الشرعي صرف الشفافيه اي قلت لي كاين وثيقه ماشي تعين كيما قال يتعين الرئيس قبل ما يتنتخب الرئيس اي قلت لي كاين وثيقه واحده اخرى وكاين الوثيقه هذه تكفي لا نقولوها الوثيقه الوثيقه انا غادي نقولوها غادي دوك يجي الوقت دوك نقولوا الوثيقه تكلمنا على شويه بجد نقولوا نهضروا على الوثيقه تفضل انا ماذا بينا انا غير قلنا في الحق وقتها غادي نقولوا الوثيقه ها انا في الوقت واش انا في الوقت ولا خلي محمد يدخلهم بعد تفضل خليه يدخل انا نبوزي لو كيسيون استدير العصابه هذه اللي كانت تما انتم كاع شاركتوا في هذه العصابات حتى ولا يا اخي معلي سامحني الرئيس لانه الشيء اللي صرا هذه صدر من وقت زدتي وكاع الجيري ماشي غير نتوما الجيري كاع تعرف باللي ماشي زدتي منتخب نعرفوا باللي عينه كيما قالوا على زدتي كيما قالوا على ماجر كيما قالوا على كذا صدر اليوم
حتى اليوم هذه شهاده ليك وتبارك الله فيك. لو فات كي قلت بلي انا نقول للراجل هذا سامحني قلتها كاع للشعب الجزائري. اليوم ما تشوش بلي هذه كره القدم الجزائريه راهي تتخبط من المشاكل تاع رؤساء الفرق ورئيس الرابطه ورئيس الفيدراليه. شوف سامحني شوف يرحم بابك هذه لازم شوف العصابه هذه توشي كلش، توشي البلاد، توشي الشروق، توشي زرواطي، توشي رضا عباس، توشي كاع الناس توشيها. ما تخليش واحد يزيد بدرجة، ما تحبش، تحب غير هي تقعد قاعده، هي اللي تتحكم. وهي باينه عصابه باينه، بصح باينه ماذا بينا نزيدو نبينوها اكثر. باينه راهي باينه العصابه. طرحت عليك سؤال قبيل، شوف باينه شوف الموجوده الحرك الشعبي راه شوف كل شيء راه يقوله الله يبارك. شوف ربي جابنا هذا الحرك الشعبي اللي كان بالك احنا كنا مضغوطين ما نقدوش نهضروا على الهضره. الحرك الشعبي هو اللي حرك لنا هذا الشيء. احنا كنا نتكلموا كصحفيين، كنا في كل مره نتكلموا، ولكن ما كانش عندنا الادله. الادله ما كانتش عندنا. لا اسمح لي، كنت تتكلموا بعد الصحافه. اسمح لي اسمح لي اسمح لي الصحافه قليله. لا صح قليله. اسمح لي كنت تسمعني ونقولك كنت تتكلموا، ولكن ضغطوا عليكم ما يعطوكوش سبونسور، حبسوا الكولاناب، حبسوا الكودي، حبسوا الكودي. ما توليش تكلم. هذه معروف. لا ما بقينا نتكلم. يرد ضعيف، يضعفك يضعفك. اذاعات وطنيه والتلفزه وطنيه وهذوك ما نهضروش عليهم. وكان ماشي الحراك هذا ما نتكلموش 100%، كنا نتكلموا شويه شويه. باسكو هو مشكور جدا. الحراك هذا مشكور جدا. مشكور الحميه تغلب السبع. يعطيك الصحه. صادير مراد وكاين فورس. وكاين دي جورناليست. كاين دي جورناليست. كاين دي جورناليست من البكري وما يتكلموا. مراد اسمح لي. كاين بعض لي جورناليست ركبوا في الموجه كما قال لك. بلا ما نركبوا في الموجه. بلا ما نركبوا في الموجه ولا. لا كاينين من بعض الصحافه اللي كانوا نقدر نقولوا مجاهدين في الاعلام. مجاهدين في الاعلام كيما خويا عباس، ولا كان امثاله، ولا امثال كاين قليله قليله. واحد قليله قليله. شيخ قليله. اسمح لي برك، الوثيقه الثانيه لازم نعرفوها دوك. الوثيقه الثانيه هي لما درنا لجنه الترشيحات كاع سنيات. لجنه الترشيحات هي نورمالمون خص يسنيو غير ثلاثه نتاعها، ولا سنينا بخمسه. وشكون اللي سيني معنا؟ زاد سيني معنا الامين العام تاع الوزاره اللي هو ممنوع عليه. سي كرامه يا باهي. والوثيقه هذه راهي كاينه. والامين العام ما يمضيش لو كان ما تكونش توجيهات من جهه. سي كرامه سي تدخل عيناني. ونزيدك نزيدك اكثر من هذا. قصدك على بالها فوق الوزير شكون؟ محمد ما يعرفوش شكون. نزيدك اكثر من هذا. جمع معنا في الاجتماع. هذا الامين العام. الامين العام باش كل دقيقه يقول الوزير هواش هواش. جمع معنا، واول واحد اللي قال هنود خرج تفضل باسكو هذه لجنه الترشيحات ما تقعدش هو انا. اعود قلت انا اللي قلت هنود ما تقعدش. ولكن غلبوني في الراي، غلبوني في الراي وقعد. غلبوني في الراي وسني معنا. سني معنا سي كرام عبك امين عام تاع الوزاره. سني في لجنه الترشيحات عبك بلي هذيك السيناتور هذيك للوزاره. سي كرام مراد والله يا شيخ غير هذا اليوم تولي العصابه. صح رضا واش يحكي الشيخ؟ سمي كاين قوت يعني بيان سور. باقي وراه المشكل، وراه المشكل عند رياس الفراق. قابلين كلش، قابلين كلش. هذا راه رجل اعمال والاخرين ولاو رجال اعمال. ولاو كاع رجال اعمال. بيان سور المشاكل راهم تما، راهم في رياس الفرق، راهم في الرياس تاع الاتحاد تاع الليغ هذوك وكاع. سمعت يجوا يحطوهم سمعت ويحطموا كرة القدم الجزائري. على ذكر الرابطات نور بن زكري او خلانا نمشي واحد النقطة كذلك حساسة وتدخل كذلك في التغيير. حنا نشوفوا في الرابطات مثلا 15 20 30 سنه ومازالهم في الرابطات، يعني ما كاش تجديد ما كاش لا، ولو يعني نقدر نقول فيه تجربه ولكن لازم تجديد كذلك. لا المشكل هذا كيفاش تشوفوه انتم؟ المشكل وين راه المشكل؟ لما نشوف جمعيه عامه. ايه لما نشوف جمعيه عامه احنا 90 واحد قاعد نديروا هكا. ايوه ما كاش واحد ينتقد 50 ينتقدوا، ما كاش 10 و80 70 30. ولو هذه الطريقه ماشي من اليوم يعني، حتى في المكتب الجمعيه مقبل. ولكن يعني الحمد لله التاريخ يعد نفسهم. ايوه كاين الناس اللي كانت تقول لها
حكايه الحمد لله. خلي يحكي لنا بغينا نقولوا لا نعاود نحكيها نعاود نحكي التاريخ يعاود نفسه. خلي يحكيها نور ونختم الجزء هذا ونبقى نرجع بعد الفاصل. يعني الحكايه باش نكملوا يعني في هذا الوجه هذا. يعني كاين تلميذ كان في ابتدائي ابتدائي راحوا بعد سيوام راح الليسي راح للجامعه ما تقرا وكمل قرايته ولا استاذ. اي ولا استاذ كان عنده مدير كي كان تلميذ نورمال في كيعاود ولا استاذ لقى المدير هو مازالو تما مازالو مدير دونك راه كلش واضح. يعني انا نشوف رابطه تاع وهران بن سكران انا ملي كنت لاعب وهو مازالو في الرابطه سمعت مازالو في الرابطه انا كنشوفو ندهش نقول واقي الوليد ويشبه له ولا داك. اسمح لي استغرب شحال عنده في عمرو هذاك. ما الشباب تاعنا انا عندي 65 سنه. الشباب تاعنا ما دخلش روحه باش يولي شاب مسير. ما دخلش روحه لا كل الشاب تاعنا جا دخل روحه. هذا الشاب انا ما دخلوش روحه فيهم هذو. لا لا باروداز تدخل في وقت السيزر واطي السيزر واطي. انا بتجربتي وانا مدرب عندي 41 سنه وانا مدرب ما قدرت لهمش تحب لي جون هذو يقدروا لهم. يا عصابه كبيره هيا باش نخدموا الجزء هذا. مازال دائما في الاسدوز اعضاء المكتب الفيدرالي يقولوا انه كيف عينوهم جايبينهم من جهات معينه هكذا فارضينهم. انا جبت هذا جاب صحفي نسال. لا لا ومام كاين اعضاء زدتي انا يقول لك تلاقوا في الطابله خمس مع واحد واش راك لاباس وراه ما لاباش ميم بوان بلي هذا عضو المكتب الفيدرالي راه ما على بال. انا نقول لك الملف تحط ملف مع لا ليست تاعك شكون اللي عندك معك اعضاء. ما كانش عاد قعدنا ندبروا فيه وجيب هذا وجيب هذا وفاكس وفاكسي لي واش تقبلوا هذا ما تقبلوش. لا هذا واعر هذا ما قبلوش هذا رفض. لا باسكو انا بروبوزيت روحي. قالوا لك لا قالوا لي انت فمك شويه اوكي شوفوه بس طبعت قاسمي. دونك الرئيس ما كانش هذيك الشروط المقاييس لا الشروط تاع الريغلومونتيريو تاع الفيدراليه ما كانش هذيك تاع خمس سنين. ما كانش لونتوراج ميديا تاعو كاع الحاشيه تاعو كاع صحابو داير لهم دي بوست وهم قاعدين يشيخوا. كيفاش انت تروح تجيب لي مدير تكنيك فرنسي هكذا مدير تكنيك فرنسي كان شارف الله كيفاش انت اشيو شكون ما يعرفش اشيو تعرفوا اشيو شكون ما الدراري الصغار كاع يعرفوا اشيو شكون ما يعرفش اشيو نسمعوا كي يتكلم في التلفازه وكان عندي لاعب انايا ولا عارف يعني الاخلاق تاعو صح اشيو تنحيه من المنتخب تاع الاشبال تنحي اشيو واش هضر واحد ما ساندو لاني حايط هلا هنايا واحد ما ساندو لا ساندناه شيخ ساندناه اسمع في الفئات الصغرى انا نهضر لك اللي باينين في اون سينيور باينين راك تشوف اللي حايط كاع ليكيب تاع بارادو كاع جازو انترناسيونو باش من بعد يبيعهم الخارج اسمع في الفئات الصغرى هي كارثه اللي نقرا انا نهار يديروا كاع لاعبين كارادو جماعه هما يشيروا لي انه فيه الفصل هكذا نمشيو نعاودوا نوليو لانه الموضوع حساس لازم نكملوا هذا الموضوع اذا نرجع بعد الفصل.